لكم حلي الوتي، بما انه الصيف على الابواب كيتضرر الشعر ديالنا، لذلك رسائل نقدم لكم كيراتين طبيعي للشعر بمكونين موجودين في كل ثلاجه سهلين للغايه. يعني نحتاج كيف ما كيظهر امامكم لموزه ومايونيز منزلي، فقط هاد المكونات ضروري ما تلقاوهم كيف ما قلت لكم في كل ثلاجه. نحتاج موزه او بنانا. بالنسبه للمايونيز المنزلي نحتاج بيضه، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الخل، ملعقة كبيرة من الزبدة، وأي زيت محايد باش نطلعوا المايونيز. تنستغناو على المايونيز التجاري لأنه كيكون مضاف له الملح، والملح ماشي مزيان للشعر. طريقة سهلة، مضرب الخلاط الكهربائي، تنوضعوا البيضة، يعني نفس الطريقة اللي تنستعملوا المايونيز العادي، إلا أنه كنستغناو على الملح كيف ما سبق وذكرت. نضيف الخل، بالنسبه اللي غنستعمل خل تفاح يمكن السيده تستعمل اي خل متوفر لها. نضيف زيت الزيتون، وكيف ما تنعرفوا مكونات المايونيز كلها رائعه للشعر، سواء زيت الزيتون، الخل كيزول البكتيريات وتيحد من القشره، والبيض كذلك كيف ما تنعرفوا كان زمان بمثابه شامبوان طبيعي. تنعملوا هذه المكونات كامله بها في مضرب الخلاط الكهربائي حتى كترغي، ومن بعد ذلك تنضيفوا لها الزيت المحايد. نضيف الزيت بالتدريج وحنا كنطربوا وحنا كنطلعوا المايونيز ديالنا. وبالنسبه للبنات اللي تيطيح لهم شعرهم او عندهم تساقط شعر، يمكن يضيفوا ضريس ديال الثومه في هذه المرحله. والبنات اللي شعرهم دهني يمكن لهم كذلك يضيفوا. اذا هذا الماسك صالح لجميع انواع الشعر، سيرتو هاد الايام حنا في ايام صيف، يعني الشعر دائما تيكون متضرر مع البحر مع البيسين ومع التعرض الكثير لاشعه الشمس، فما فيها باس نغذيو بهذه المواد الطبيعيه. من بعد ما كيتطحن لينا الخليط ديال المايونيز، تيصبح التكستور ديالو او القوام بهذا الشكل، يعني القوام العادي ديال المايونيز. ويمكن السيدات اللي بغاو يعملوا الكونتيتي كامله ديال الزيت المحايد زيت الزيتون يمكن ليهم. هذا هو القوام اللي تنحصلوا عليه، وبيان سيغ كل ما عملنا في الثلاجه كل ما كيخبط اكثر. في هذه المرحله تنضيفوا له موزه او بنانا. الموز معروف بالخاصيه ديال الترطيب والتنعيم، سواء البشره للجسم، بشره الوجه او الجسم، وكذلك للشعر. ثم تنضيفوا الزبده، من الاحسن تكون زبده بلديه باش تعطي نتيجه اكثر. الزبده كذلك رائعه جدا لتقصفات الشعر. ثم تنطحنوا جميع المكونات مع بعضياتها بهذا الشكل حتى كنحصلوا على كريمه. وكفوش من الخيوطه اللي تيطلق البنان عاده في لي ماسك، فهو كيجي على شكل كريمه لانه تيكون تطحن بشكل جيد مع باقي المكونات، تيجي ناعم بهذا القوام، يعني تتابليكي فاسيلمون على الشعر ديالك بالطريقه المعتاده من الجذور الى الاطراف. ومبالو انه يقيس لك الجلده ديال الشعر لانه كله مواد طبيعيه، وكيف ما قلت لكم الخل تيزول القشره وتيحيد لي بكتيريا من الشعر. تنستعملوا هذا الماسك 4 مرات في الشهر، وتنخليوه في الشعر كل ما تنعملوه تقريبا ما بين 4 حتى 5 سوايع، ثم تنغسلوه مباشره. ودائما الشعر نغسلوه بالمقلوبه البنات. كنتمنى تجربوا هذا الكيراتين الطبيعي الغير مكلف بتاتا، لان مكون كاملة موجودة في المنزل، عكس الكيراتين التجاري اللي تيكون الثمن ديالو باهظ جدا وتيضر الشعر اكثر ما تينفعو. يعني تتبان النتيجة غير في الاول، مي ابخي تيضرو. كيف ما تنعرفو اي حاجة كيماوية، اي حاجة غير طبيعية تضر بصحتنا. كنشكركم حلي الوتي على المتابعة للاخير، وكنتمنى كذلك من قلبي انكم تجربوا هاد الكيراتين سيرتو في ايام الصيفية. وتنال اعجابكم. اللي عنده اي سؤال اي استفسار اي اقتراح تدعوا لي اسفل الفيديو، وان شاء الله نجاوب عليه بكل فرح. شكرا للمشاهده.